أما على آحاد الأمة فالقسم واجب على من له أكثر من إيه؟ من زوجة. طيب إحنا حندخل بقى في هذا المهيع المتسع نصيحة لمن تلبس بهذا الأمر ومن يريد أن يتورط، ها؟ ولا أقول يتلبس، يتورط، ماشي؟ على أي حال بصوا يا جماعة، ليس هناك زمان المسلمون أحوج إلى التعدد فيه مثل زماننا عند من له القدرة على ذلك، رجلا كان أو امرأة، لأن التعدد مش مفتوح لأي حد إنه يعدد براحته، لا، اللي يعدد له مواصفات كرجل أو كامرأة، لازم يكون عنده مواصفات. يعني الرجل مثلا لابد أن يكون ثعلب، ودي على فكرة صفة مدح وليست صفة ذم، لازم يكون ثعلب. يعني وأنا الحقيقة ما بمدحش في نفسي خالص فيها يعني، لكن أنا بتكلم كلام لله، يعني لله، وأنا مخرج نفس الموضوع يعني، لكن أتكلم كلاما لله، يعني لمن أراد، لمن تلبس أو يريد أن يتلبس بهذا الموضوع، أن يكون دارسا لشخصية المرأة، فهمها كويس جدا، ويعرف إزاي يتعامل معها، لأن المرأة لها خطط، وبعدين موهوبة في تغيير الخطط، وده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. لو أنت شغال 4-2-4 ممكن تخليها 3-1-5، ها؟ وأنت لا تدري، فتقوم واقع في الايه، في الحفرة على طول. فلازم تعرف متى تغير طريقتها، ليه؟ بيكون ساعات في الجو نذر، تلاقي الدنيا مغيمة وتلاقي السحاب يا أبيض يا أسود. السحاب الأسود زي السماء، أول امبارح كان السماء كلها سودة عشان كده ايه، أمطرت، ها؟ لما يكون السماء سودة والسحاب أسود يبقى هتمطر، لما يكون السحاب أبيض لا يبقى إيه، تمام. أنت بقى بذكائك وبفهمك تعرف الدنيا هتغيم والغيام لونه إيه، تمام، فعلى مقتضى هذا تعرف تتصرف. لكن الرجل اللي هو على نياته ده بيقع في أول حفرة، يطلع من الحفرة وبيمسح دمه ويقوم واقع في الحفرة اللي بعديها على طول، واخد بالك ازاي؟ ده ما ينفعش يعدد، ده لا يصلح له التعدد. ليه؟ أن يشقي نفسه. يعني الرجل عندما يعدد يقصد شيئين، إما ليسعد أو ليسعد امرأة تبحث عن السعادة. امرأة شقيت، إما مطلقة أو مات زوجها أو امتد بها العمر، وتريد ما يريده بنو آدم، أن تأنس إلى رجل وحياتها تمتلئ، حد يحاورها، حد يداورها، حد يهتم بيها، ما تبقاش مجرد امرأة عايشة في الكون لا دليل لها، ملهاش مستقبل. دي خلق الله الرجال للنساء وخلق النساء للرجال، فلا يستغني لا الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. فأنت عندما تعدد القصد أنك تريد أن تضم سعادة جديدة إلى سعادتك، أو أنك أنت شقيت في حياتك فتبحث عن السعادة. فعلى أي محور من المحاور، سواء كان رجلا أو امرأة، إما يريد أن يزيد من سعادته أو يبحث عن سعادة فقدها. لكن ما فيش حد يبقى سعيد مع امرأته
ثم يسعى لشقاء نفسه بأن يأتي بامرأة أخرى لا يستطيع أن يعاملها، وخبط الاثنين في بعض لحد ما يتمنى يطلقهم الاثنين. أنا أعرف رجلا بعد ما تزوج بامرأتين استأجر غرفة في مكان بعيد، والاثنين ما يعرفوش الغرفة فين، ويقضي أغلب حياته في الغرفة دي. طب انت طب ما تطلق وتخلص. لا، عنده عيال، عنده أولاد من هنا وعنده أولاد من هنا، هيروح الأولاد فين بقى إن شاء الله؟ لكن لا يستطيع أن يعيش لا مع هذه ولا مع هذه. يقول: لو استقبلت أم من أمري ما استدبرت ما تزوجت أصلا. هو يقول هذا من الشقاء اللي جابه لنفسه. إذن الإنسان عشان يعدل له مواصفات لا بد أن يفعلها، لأن هو القيم، الرجل هو القيم، ولا بد أن يكون عنده موهبة أن يسوس أكثر من امرأة. ومما قرأته في يعني في الروم أنهم كانوا لا يولون أحدا الملك إلا إذا زوجوه، فإذا وفق في سياسة امرأة واحدة ملكوه. فتخيل بقى، يعني عايزين يختبروا موهوب في قيادة الرعية ولا لا، نجربه هل يقود امرأة واحدة وينجح معها أم لا، فكيف بامرأتين؟ تمام. وأنا عندي بقى حواديت وسندي ربما أحكي لكم فيها طرافة، يعني ممكن تضحكوا جدا، ونكت نكت بتحصل من الغيرة. يعني تخيل مثلا إن امرأة من شدة غيرتها من الأخرى كانت تكتب رقم المرأة التانية على أوراق البنكنوت. تعرف أوراق البنكنوت مش ملك حد، أنت معاك ريال أو 10 ريال أو 100 ريال، الورقة دي ملكك؟ مش ملكك، لأنك أنت بتروح في أي مكان تدفعها وغيرك ياخدها وغيرك ياخدها. فكانت تكتب رقم ضرتها على ورق البنكنوت وتقول: إذا أردت أن تستمتع بليلة سعيدة فاتصل بهذا الرقم. تخيل، يعني يبلغ الفجور إلى هذا المبلغ. أشوف الغارة ممكن تؤدي إليه، تؤدي لجهنم على طول لو أن الدين يحكم، يروح في داهية كله. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت على الجنة فرأيت أقل ساكنيها النساء، أقل ساكنيها النساء، واطلعت على النار فرأيت أكثر ساكنيها النساء. الحديث في الصحيح، تمام. ويقول في الحديث الآخر: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها للنساء.